أيها المشاهدون الكرام، أينما تكونوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج حديث الساعة. في هذا المساء نبدأ هذه الحلقة بقراءة خبر مهم، وهو وصول نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح اليوم الأربعاء إلى محافظة عدن مع عدد من أعضاء الحكومة للبدء بممارسة مهام الحكومة من عدن كعاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية. وكان نائب رئيس الجمهورية أكد أن ملف الإغاثة وإعادة الإعمار والبناء يشكل أولوية حكومية لتعود الحياة إلى طبيعتها وبناء مدن على مستوى اليمن تتمتع بروح المدنية وطابعها الحقيقي بعد سنوات عجاف مضت عليها. وقال إن الحكومة ستقف على عدد من الملفات وتولي ملف الشهداء وملف الجرحى اهتماما بالغا، لافتا إلى أنه تم نقل عدد من الجرحى إلى خارج الوطن لاستكمال العلاج، وأن العمل جار لاستئناف عمل المستشفيات والمرافق الصحية لاستيعاب من تبقى من الجرحى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمجتمع. وأكد نائب رئيس الجمهورية أن الحكومة ستعمل بكل جهد وتفاني لأجل وطن يسوده الأمن والاستقرار ويعيش أهله في كنف التعليم والتطور والتنمية. وأضاف: كفى احترابا، فقد حان وقت البناء، ولتكن عدن أنموذجا للتعايش والتسامح والمدنية. وأشاد بدور المقاومة الشعبية مؤكدا المضي في دمج عناصرها في الحياة المدنية والأمنية والعسكرية. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في مستهل هذه الحلقة، وموضوعها الرئيسي هو عودة الحكومة إلى العاصمة عدن للبدء في مهامها وأعمالها المرجوة منها. المواطن يتوقع الشيء الكثير، هناك الكثير من الملفات يعرفها الجميع. في مستهل هذه الحلقة نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد حسين حلبوب. أهلا وسهلا فيك، عضو مؤتمر الرياض. أهلا وسهلا. عادت الحكومة إلى عدن بوزرائها في السابق، حقيقة العديد من الوزراء عاد إلى عدن ومن ثم عاد إلى الرياض، لكن كان هناك قرارا حكيما من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي بعودة الحكومة والبدء الفعلي للعمل. ما هي دلالات ذلك؟ الحكومة الآن في امتحان صعب للغاية، هي الآن أمام امتحان الواقع، امتحان ملف الشهداء، امتحان ملف الجرحى، امتحان ملف إعادة الإعمار، امتحان نقص التمويل، امتحان إداري، وامتحانات كثيرة. طبعا النزول هو له دلالات كبيرة جدا. الدلالة الأساسية هو أنه عدن أصبحت مستقرة، الوضع المسيرة القرآنية أو أنا أسميها المسيرة القرآنية فشلت، الشيطانية القرآنية جنان يعني فشلت. الحياة ستبدأ من جديد، المستقبل وضع. هناك ظروف صعبة وهناك آمال كبيرة، والحكومة الآن في امتحان ويجب أن تنجح في هذا الامتحان، فأما أن تكون أو لا تكون، أما أن تبقى هذه الحكومة إذا نجحت، أما إذا هربت من المعركة وانسحبت بشكل سريع أو فشلت فهي سيكون عقابها عقاب شديد. طيب، يعني إذن الدلالة الأساسية التي من خلالها نقرأ ذهاب الحكومة إلى هي البدء بمرحلة انطلاق حقيقية واقعها الميدان وما يحويه من قضايا ومشاكل. نعم، هي الآن في مرحلة الامتحان، يعني
نحن الآن ننتقل من مرحلة لماذا إلى مرحلة جديدة، وهي الآن في مرحلة امتحان، وامتحان صعب. طيب، ألا تعتقد أننا واجهنا كشعب يمني بدءا من الأطفال وانتهاءا بالشيوخ والكبار أي مآسي وويلات خلال الفترة الماضية، فيجب أن نكون جميعا مع أداء هذه الحكومة ومع مهامها وتطلعاتها، على اعتبار أننا شركاء في المسؤولية في النهاية؟ بكل تأكيد، ولكن القيادة هي في يد الحكومة. يجب على الحكومة أولا أن تساعد نفسها وتضع لها أولويات وتسير بأولويات أو بتكتيك يتناسب مع الاستراتيجية. فإذا استطاعت الحكومة أولا أن تنظم نفسها وأن تقف بقوة وأن تحدد استراتيجية واضحة وأن تحدد تكتيك واضح، فبالتأكيد المجتمع سيقف معها. ليس فقط المجتمع، المجتمع واقف معها ومقدر وضعها الصعب، الرئاسة واقفة معها وتدعمها بكل قوة، قوة التحالف واقفة معها بكل قوة. المطلوب هو الآن الامتحان هو للحكومة، أم تم امتحان الشعب ونجح الشعب في الامتحان بالذات في المناطق الجنوبية، وفي تعز إن شاء الله سينجح، وفي البيضاء وفي مأرب، هذا كان امتحان للشعب. المجتمع قاتل بكل فئاته، المجتمع الآن يقاتل بكل فئاته، انتصر في الجنوب، الآن سينتصر بكل تأكيد في تعز، سينتصر في مأرب، سينتصر في البيضاء، سينتصر في الجوف، ثم سينتصر النصر النهائي في صنعاء. ولكن الحكومة حتى الآن هي الآن في وضع امتحان. الوضع الآن بالنسبة للحكومة صعب. السبب الأساسي هو أنه الطاقم الإداري للحكومة موجود في صنعاء، والحكومة كأفراد موجودين في عدن. فالآن الحكومة لو استمرت الحكومة بنفس الطريقة التي كانت تعمل فيها في الرياض فهي ستفشل بكل تأكيد. نحن نعرف أنه مقر الحكومة كان في السفارة اليمنية في الرياض، ولكن إذا ذهب أي إنسان، وأنا ذهبت شخصيا إلى السفارة، لم أجد لا سكرتيرة ولا سكرتير ولا مدير مكتب ولا وزير ولا رئيس حكومة. يعني إذا استمرت الحكومة بنفس الطريقة التي عملت بها من الرياض فأنا أقول من الآن إنها ستفشل. ولكن يجب أن يعني تضع إذا والسبب نريد والسبب. أيوة، نريد توصيف هنا. نحن حقيقة نريد أن نساعد أنفسنا، نريد أن يعني تكون هناك رسائل واضحة، نعمل جميعا من أجل إنجاح هذه المهام. الحكومة في الرياض عملها كان يعني استثنائي، العمل استثنائي، هي الآن في الميدان، عمل كان صعب. لكن الحكومة أي إدارة كانت تحتاج إلى استقرار، تحتاج إلى إدارة ثابتة وإدارة متحركة. فالإدارة اللي هي متحركة أو الإدارة المتنقلة التي تذهب لإنجاز المهام يجب أن تكون لديها مكتب، لديها إدارة، لديها مقر، لديها عمل، ولديها طاقم. الحكومة في الرياض لم تعمل لها طاقم إداري، يعني ظلت يعني خايفة وكأنها ترى بأنه إذا تم وضع طاقم للحكومة فإنه سوف ينظر وإنها حكومة أخرى، وكيف ستعمل مع الطاقم القديم الموجود في صنعاء. يجب على الحكومة الآن أن تنتهي من هذه الإشكالية، يجب أن تبني طاقم إداري وظيفي كامل في عدن، بحيث يكون هذا الطاقم ولا تخاف أن ينظر إليها بكأنها بنت يعني حكومة في عدن وهناك حكومة الواقع في صنعاء. الواقع فرض نفسه، الواقع فرض، يجب. وهذا لن يأثر في موضوع الوحدة أو انفصال أو غيره أو غيره، لا، هذا الحكومة في عدن الآن واقع، يجب أن تبني طاقم إداري متكامل. هذا الطاقم الإداري والوظيفي المتكامل الغرض منه تسيير الغرض منه حتى بعد الانتصار، إذا عادت الحكومة إلى صنعاء هذا الطاقم سوف يكون هو الطاقم القادم للإقليم. وبالتالي هنا لحكومات الإقليم، الحكومات الإقليم، وبالتالي هنا يجب ألا تتخوف الأقليم. الحكومة من بناء طاقم، أعتقد لا يوجد تخوف، ولكن هي رسالة مهمة. يوجد تخوف، وكذلك يجب أن يكون أن الأخ رئيس الوزراء أن يعطي صلاحيات كاملة للوزراء بحيث يتحركوا، بحيث لا يظلوا مرتبطين بكل صغيرة وكبيرة. يجب أن يعطي مجال واسع للوزراء للحركة والتنفيذ ثم محاسبتهم بعد ذلك، لأنه أمام ملفات، أمام امتحان صعب جدا.
إذا هرب من هذا الامتحان من المعركة معناته معركة لا تقل معركة لا تقل معركة لا تقل لا تقل عن العمل العسكري الذي لا زال أو عن المعركة في الرياض أو عن في تعز أو عن أي معركة أخرى. هو الآن في أمام معركة، كيف يعمل تكتيك، كيف يتقدم، كيف يعني كيف يستخدم الأدوات. طبعا أمامه صعوبات كبيرة، أعتقد أول صعوبة هي الصعوبة الإدارية ويجب أن يحلها بشكل سريع جدا. الصعوبة الثانية هي الصعوبة التمويلية، هذا كحكومة. والصعوبة التمويلية أعتقد أنه سوف تساهم الرئاسة وكذلك التحالف، والمملكة العربية السعودية لم تقصر في هذا الجانب، والإمارات العربية المتحدة. ولكن المطلوب هو خلق آلية للتنسيق ما بين الحكومة وما بين إدارات هذه الدول. هذه الآلية إذا وجدت، لأن الحكومة نحن الآن نعرف أن الحكومة بدون ميزانية، نعم. وبالتالي يجب أن تتخذ قرارات يعني شجاعة وجريئة، يجب أن تستخدم البنك المركزي الموجود في عدن كوسيلة من وسائل إدارة العمل. هي لن تستطيع أن تعمل بدون أن يكون لديها إيرادات، استخدام معينة. الإيرادات المتوفرة والمتاحة، أولا يجب أن تستخدم أو أن تفعل الإدارة القديمة الموجودة في عدن، يعني يجب أن تفعل المؤسسات الموجودة في عدن، يجب أن تفعل كل المؤسسات، كل مؤسسات عدن يجب أن تفعل بحيث وأن تدمج مع الحكومة. يعني إذا بدأت الحكومة ببداية جديدة من الصفر فإنها ستفشل بكل تأكيد. يجب مباشرة على الحكومة أن ترتبط مباشرة بالجهاز الإداري الموجود سابقا، وهذا الجهاز الإداري يجب أن يتم وضع أسس. يعني ستواجه أول صعوبة أن الجهاز الإداري القديم يعني الناس كلها غاضبين عليه، لا يريدون الجهاز الإداري السابق. يجب أن تتعامل الحكومة مع هذا الوضع. ليس كل الإداريين السابقين سيئين. هذا خطأ كبير. لا. إذا تعاملت مع الوضع أنه كلهم السابقين سيئين وأنه يجب إزاحتهم بالكامل، سوف تلاقي صعوبة كبيرة، وسوف تفتت اللحمة التي نجحنا في بنائها وهي الوحدة الوطنية التي تكونت. وبالتالي يجب أن تتعامل تعمل امتحانات لمدة شهر لكل الإدارات، من نجح فليستمر ومن لم ينجح فليتم استبداله. يجب أن تفعل الطاقم الإداري الموجود في عدن ذاتها، يجب أن تخلق يعني خليك معايا بس فقط. نحن الآن مثلا أعطيني وزارة من الوزارات وعلى ضوءها ينفذ، مثلا وزارة المالية. لا، نبدأ أولا. الأصعب هو سوف تواجه في البداية موضوع الجرحى. أولا موضوع الجرحى، يعني يجب أن يكون هناك في تنسيق ما بين الحكومة والوزير والآليات التي تم، اللي هي الآليات مكتب الصحة، ليس فقط الآليات الإدارية، حتى الآليات الشعبية هناك تمت يعني لجان وغيرها، نعم. تقوم بالتعامل مع الجرحى. يجب أن يكون هناك، يجب على الحكومة أن تستخدم الجرحى أنفسهم في تسهيل عملها. يعني مثلا يعني الآن يرسلوا جرحى إلى مثلا المملكة العربية السعودية. واحد، أنا سمعت واحد جريح في قناتكم يتحدث أنهم أرسلوه إلى المملكة العربية السعودية وهو عنده يعني شظايا في عينه، وهنا قالوا له مش عندنا هذا العمل. لذلك كان يفترض من سابق أن يتم يعني عمل الجرحى، تفعيل الجرحى أنفسهم، أنهم يبحثوا أو أي ما هي يبحثوا عن وين ممكن العلاج، أي نعم، ويضعوا مقترحات وتنظر إليها. يعني يجب أن يكون هناك شفافية وأن تشرك الجماهير في العمل الإداري. يعني إشراك الجماهير سوف يشعر الجماهير أنهم والله بدأوا يتحركوا، بدأوا يعملوا، أشبه بالعمل النقابي. يجب أن يكون في إشراك للناس في معالجة مشاكلهم. المشاكل كثيرة جدا، إذا لم يتم إشراك المجتمع في علاج هذه المشكلات، إذا لم يتم إشراك القطاع الخاص في السعودية، القطاع الخاص في السعودية كان يمكن أن يلعب دور كبير جدا في معالجة الجرحى أو في كفالة الجرحى أو في كفالة أسر الشهداء. نعم. في إذا خلينا إذا نقف عند النقطة هذه لنستقبل اتصال اللواء جعفر محمد سعد. سعد اللواء، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أتمنى لكم التوفيق في مهامكم سعادة اللواء. شكرا أخي. الحكومة عادت، ومن أهم الملفات هو دمج المقاومة في الأمن والجيش والعمل على
استتباب وتطبيع الوضع العام في عدن لتكون نموذج يعني. بنظرك كيف يمكن ذلك والتسريع من هذه الخطوة؟ أولا شكرا لقناة عدن وتحية للمشاهدين الكرام. وانتقال الحكومة إلى عدن في هذا الوقت وفي هذه الظروف له دلالات تنعكس في المهام العاجلة التي يجب على الحكومة إنجازها. وأعتقد أهم الملفات الماثلة أمام الحكومة في الظروف الحالية هي الإغاثة وإعادة الإعمار وتنفيذ القرار الرئاسي بدمج المقاومة في المؤسسات العسكرية، إضافة إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية وخاصة الجرحى والرواتب وإعداد عدد من الجوانب الحياتية في المحافظات التي تم تحريرها وخاصة في العاصمة عدن. وأتمنى لو أن الحكومة تعمل بعمل مؤسسي على أساس خطط زمنية قصيرة مرحلية وخطط سنوية تتمكن من خلالها معالجة كل القضايا وخاصة الدمار الذي حل بالعاصمة عدن وبقية المحافظات التي تحررت بعد الحرب والتدمير الذي قامت به قوات الانقلاب، نعم، الممثلة بقوات صالح والحوثي. نعم. إن المهام الحالية للحكومة مهام كبيرة ولكن ليس مستحيلة. نعم. هناك الكادر الوطني الذي يمتلك الكثير من الخبرات والتجارب بمقدوره إعداد ما يتطلبه الوضع الحالي ومعالجته بأسرع وقت ممكن لتهيئة عدن لتكون عاصمة مؤقتة حتى يتم استكمال تحرير الوطن. هل يمكن أن نحدد مثلا فترة زمنية ابتداء من اليوم لبرنامج عمل في مختلف الجهات التي تحتاج لتكون أولوية؟ من خلال متابعتي بعد وصول الحكومة وعرفت بأن في هذا المساء عقدت الحكومة ولا زال مجلس الوزراء في انعقاد حتى هذه اللحظات التي تحدث بها إليكم. وبالتأكيد كما أعتقد أن الحكومة ستقف أمام أهم الملفات العاجلة ومنها الخطط المحددة للمهام المستعجلة وأساليب تنفيذها والجهات المسؤولة عن تنفيذها والفترة المحددة لتنفيذ كل مهمة من المهام التي قد ترد في الخطة. أعتذر، أنا عندي الحبال الصوتية. نعم. إذا كان صوتي لا أبدا. واضح جدا سعادة اللواء، واضح جدا. إذن هناك مهام وهناك أولوية. يعني إذا وقفنا حول زيارة القيادات المقاومة الميدانية إلى فخامة الآخر الرئيس ومقابلة فخامة الرئيس وتزامن نزول الحكومة إلى عدن، كيف هل هناك يعني تطمينات سريعة للجرحى، تطمينات سريعة لكذلك شباب المقاومة للانخراط السريع في سلك الأمن والقوات المسلحة وحل هذه الإشكاليات حتى لا تتفاقم في قادم الأيام وتكون هناك ملشوية كما أطلق عليها كثير من الناس؟ القيادة الشرعية الممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي يعمل بدأب وباستمرار على تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للأجهزة التنفيذية في الدولة ومنها الحكومة. ووصول بعض ممثلين المقاومة إلى الرياض ما هو إلا شكل جديد
يقدم عليه فخامة الرئيس لتكوين رأي وفكرة في الأساليب الجديدة التي تطلبها الظروف الحالية لمساعدة الحكومة وتذليل كثير من المصاعب أمام الحكومة، علما وهذا صحيح أن الجيش الوطني والمقاومة والتحالف حققوا إنجاز كبير، وبالتالي الوقت يتطلب الاستماع إلى آراء كل الأطراف والاتجاهات والقوى، وهذا ما يحرص عليه باستمرار فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. وأعتقد أن هذه الخطوة دي إلى التسريع في إنجاز الملف الأمني، والذي يعتبر من أهم الملفات الماثلة أمام الدولة، ممثلة بالرئاسة وممثلة في الحكومة وبقية مؤسسات الدولة العسكرية، شرطة، أمن، قوات مسلحة. أنتم يعني من القادة الميدانيين وأحد القادة الأساسيين في تحرير عدن، وتعلمون حقيقة الوضع أكثر من غيركم. كيف تنظر لأهمية التناغم بين مكونات المقاومة بشكل عام والشعب وأداء الحكومة القادمة إن شاء الله؟ يعني أهمية تضافر هذه الجهود من أجل أن تكون عدن نموذج. أنا متفائل جدا بالمستقبل القريب والإنجازات المحتملة، وخاصة بعد أن أصبحت الوحدة الوطنية في المحافظات التي تحررت من قوات صالح والحوثي الانقلابية، وبعد أن أصبحت مؤسسات الدولة ممثلة بالرئاسة ممثلة بالحكومة بمنظمات المجتمع المدني تدعمها وتعززها المقاومة الشعبية، التي يجب أن يكون لها دور فاعل من خلال العمل المؤسسي وليس العمل الفوضوي، من خلال اندماجها في المؤسسات العسكرية، القوات المسلحة، الشرطة، الأمن، وكذا المؤسسات المدنية. ذلك سيجد صيغ جديدة للتعامل والتفاعل مع المهام الكبيرة التي يجب أن تنجز في المدى القصير. قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بشكل مختصر، المؤسسة العسكرية هل سيكون مقرها في قادم الأيام في العاصمة عدن؟ عادة وهو كما معروف في كل دول العالم، أينما توجد العاصمة هناك تجد قيادات المؤسسات المدنية والعسكرية للدولة، ابتداء من رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الدفاع وبقية الوزارات الأخرى. فوزارة الدفاع هي قيادة للقوات المسلحة، وبالتالي ستكون دائما في العاصمة أيا كانت المدينة. نعم. لواء جعفر محمد سعد، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك التوفيق في مهامك. شكرا ومع السلامة. شكرا جزيلا. إذن نعود لمؤسسة العمل لنكون أكثر إيجابية وتأتي بنتائج مثمرة لأداء الحكومة وللشعب الذي ينتظر الكثير من هذه من الحكومة ومن الدولة ومؤسساتها. تعليقا أولا اسمح لي أن أعلق على ما قاله سيادة اللواء، وأقول أنه المسألة الأمنية حسب تصوري سوف تكون مرتبطة بالمسألة الجرحى والتعامل مع المقاومة. المقاومة وقعت اتفاقية ومع الأجهزة العسكرية والأجهزة الأمنية في عدن حول كيفية الدمج فيما بينهما، والمندوبين المقاومة الذين جاءوا إلى الرياض أعطوا تأكيدات والتقينا فيهم وأكدوا بأنهم سيقفون بكل ما يعني بكل إمكانياتهم مع توفير الظروف الأمنية للحكومة وللرئاسة في المستقبل القريب، وأنهم سوف يكونون جزء من هذه المؤسسات القادمة. الصعوبة اللي أتوقع أن تحصل هو أن يتم التعامل في أو التعامل بأخطاء
في مجالات الجرحى، الناس تنتظر الآن الخدمات، تنتظر حل مشكلة الجرحى، تنتظر مستحقات لأسر الشهداء، تنتظر وتنتظر. نعم. فالحكومة يجب أن تعمل بعدة طرق مختلفة، وبالتالي يجب أن تكون هناك في مجال واسع لحرية الحركة، بحيث يتم العمل في آن واحد في عدة اتجاهات، في اتجاه معالجة الجرحى، وهو أخطر يعني ملف. إذا نجحت الحكومة في البداية في موضوع ملف الجرحى، لن تحصل على أي مشكلات أمنية، ستأتيها المشكلات الأمنية، لأنه الشباب شباب المقاومة متفاعلين وقلقين على زملائهم الجرحى الذين جرحوا معهم، ويريدوا أن يعملوا لهم حلول سريعة جدا بأي طريقة من الطرق، وبالتالي هذا الملف ممكن أن يكون ملف يؤدي إلى اختلالات أمنية. إذا لم تنتبه الحكومة إلى هذه المسألة، فإنها سوف تقع في المحظور، وسوف تبدأ يعني في صراع ما بين الحكومة وما بين المقاومة، وبالتالي فإن الحكومة سوف تكون هي المسؤولة. إلى الآن الوضع بين المقاومة وبين الأجهزة العسكرية متوحد، ما فيش أمراء حرب، تم تجاوز إشكالية أمراء الحرب، تم تجاوزها، تم جذب أو اجتذاب المقاومة لتعمل في صف الشرعية، وتمت حلت هذه القضية. الآن نحن أمام يعني بصراحة كما يقال واقع مصيري قادم، يجب أن من خلاله ستتبين وستتضح رؤية بناء الدولة القادمة حقيقة يعني. وبناء الدولة يبدأ من كيفية التعامل مع المقاومة، وأقول بأن المقاومة لن تقف يعني أو تعمل إخلالات أمنية إلا في حالة إهمال الحكومة لملفات أو عدم اهتمامها بالجرحى. وأنت طالبت بالشراكة قبل قليل. والشراكة ضرورية، الشراكة ضرورية جدا، المجتمع يجب أن يشارك، يجب أن تبدأ الحكومة بتفعيل المؤسسات الإدارية، لأن الحكومة يجب أن يكون لها إيرادات، يعني الحكومة لا تستطيع أن تعمل بدون مال، ولا تستطيع أن يكون كل المال من الرياض، يعني إذا كان عدن لا تستطيع أن تمول يعني جزء من برامجها، جزء من أعمالها، هذا شيء يعني غير منطقي. يجب تفعيل الإدارات المحلية الموجودة في عدن وتطويرها بحيث أنها تخدم الحكومة، بحيث أنها تحصل من خلالها على الإيرادات. يجب تفعيل العمل للدولة، يجب إعادة آلية الدولة، يجب إعادتها من عدن بحيث يتم الحصول على إيرادات ممكن الحكومة تنفق. أما إذا تظل الحكومة تنتظر أنها تريد يعني أموال وتأتيها من الإمارات أو يعني من يعني الآن فهذه سوف تفشل الآن بكل الآن تأكيد. هناك توجه جاد لعمل شراكة ليست فقط بين الحكومة والمجتمع، ولكن كذلك بين الحكومة ومختلف الجهات المانحة، بالإضافة إلى الجمعيات التي تدخلت لتكون مشاركة في عملية البناء والإعمار. الهلال الأحمر الإماراتي 153 مدرسة سيتم ترميمها وتجهيزها لتكون جاهزة للعمل خلال الفترة القادمة. مشهد الحضور الذي تجسده الحكومة هنا، حتى ولو لم تكن لديها، لكن هناك تفعيل الآليات للتسريع من هذا العمل. العمل الحكومة في عدن الآن يجب أن يكون بالأساس عمل تنسيقي، تنسيق مع الآليات الموجودة في الداخل في عدن، تنسيق مع مصادر التمويل الموجودة في الخارج، تنسيق مع العمل العسكري، سيكون لها بالتأكيد تأثير بسيط، ومن أجل حل الملفات الموجودة. يعني أنا أجيب لك مثال، المقاومة في الضالع لم يتم تمويلها من الحكومة مطلقا، تم تمويلها من قبل 24 صندوق، كانت الجرحى، كانت الشهداء، كانت أيضا الإمكانيات العسكرية. فكان في السعودية 24 صندوق غاموه المغتربين، هذه 24 صندوق مولت عدد غير عادي، وبالمناسبة عالجت ومولت أكثر من العدد الذي عالجته الحكومة إلى الآن. هذه الصناديق قبل سابقا جرحى المقاومة كان في عدن، وكان في بله، كان في الضالع إلى آخره. يجب أن يكون عمل الحكومة عمل تنسيقي من خلال التعامل مع الآليات اللي كانت موجودة،
ومع المقاومة ومع الدول المانحة، مع المملكة العربية السعودية، مع الإمارات. يعني الحكومة الآن لديها ناس عندهم النية لكي يبنوا، لأنه من يعني السعودية مهتمة جدا بأن تنجح الحكومة في عدن، الإمارات، الدول الخليج، العالم كله. والرئاسة يعني تتمنى النجاح وتعمل بكل ما تريد، والمواطنين منتظرين. والحكومة هنا هي يجب أن تكون هي المنسق بين الإمكانيات في الخارج وبين الاحتياجات الموجودة في الداخل. الصعوبة الكبيرة اللي كانت تحصل هو التنسيق، كانت من أصعب الأمور، كان حتى في العمل العسكري وأيضا الآن في العمل الإعماري وفي العمل الخدمات. كيف يتم يعني تخصيص التعامل مع هذا العمل ومع أي جهة كانت؟ الملف الأمني هو مرتبط ارتباط شديد بالملف الصحي وبالملف الخدمات. الخدمات إذا نجحت الحكومة في الإسراع في موضوع الكهرباء مثلا، موضوع الكهرباء موضوع ملح جدا، يجب أن يكون الحكومة ما وصلت إلى عدن إلا وقد لديها حل لمشكلة الكهرباء، لأنها مشكلة ملحة يعني بشكل كبير، مشكلة المياه ومشكلة الجرحى ومشكلة الجانب الصحي. وأيضا يجب أن تبدأ الحكومة تعمل لنفسها تمويل من خلال استخدام البنك المركزي الموجود في عدن ليعمل مهام، يقوم بمهام. يجب على الحكومة ألا تتهيب من الوصول إلى حتى إصدار عملة. أنا الآن أقول أنه يجب أن نبدأ في التفكير في الحكومة أن تقوم بإصدار عملة، أما عملة جديدة وأما أن تستخدم التمويل بالعجز. يعني ممكن أن الحكومة أن تتمول بالعجز من خلال البنك المركزي الموجود في عدن، أو تستطيع إذا وجدت أنه هذا الأمر يعتمد على بعض البيانات لازم تكون موجودة، إذا وجدت أنه هذا الأمر فيه صعوبة يجب ممكن أن تصل إلى مرحلة يعني إصدار عملة جديدة حتى تستطيع أن تتحرك. الحكومة يجب أن تفكر أنها لن تظل كل شيء يأتيها من الإمارات ولا من السعودية، كل ما تحتاج له تقول والله من دول التحالف. على الحكومة أن تخلق إيرادات، وأن يعني هذه الإيرادات تعطي منها للرئيس وليس العكس. يعني الآن أنا ألاحظ حتى مع المقاومة الذين جاءوا ويطالبون ب 1870 شهيد الأسرهم يعني مستحقات، ويطالبون كمان جرحى في معهم 1750 جريح يعني ظروفهم صعبة، وجاءوا جاهزين ملف الجرحى ملف الأسرة. سألناهم أسئلة، هل عدن مش غادرة إيرادات حق عدن مش غادرة أنها يعني تفي بالغرض، تفي بالغرض هذا بال 1800 لا جاي؟ هو هنا 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 تتدخل الآلية والدورة المحاسبية والمستندية. لم يتم تفعيل الآليات، يعني إلى الآن معظم الإدارات في عدن لا تعمل. يعني مثلا أنا كمدير جمارك مثلا لا يمكن أن أنا أعطي إيرادات الجمارك إلا للمؤسسة التي بالطريقة المناسبة لصرفها مثلا. لا، في إشكالية الآن لا تزال هي إشكالية كبيرة، وهي الإشكالية المالية. هل وهي إشكالية يعني مالية سياسية، هل يظل البنك المركزي في صنعاء يتحكم بكل شيء ولا نبدا نحرك البنك المركزي بعدين؟ هذه إشكالية كبيرة، هي إشكالية سياسية وتمويلية. أنا أقول على الحكومة أن تتخذ قرار وأن تكون شجاعة في هذا الجانب، لأنه هذه الآلية. أما أن تنجح الحكومة إذا نجحت في خلق آلية تمويلية لها، أما إذا ظل البنك المركزي مع الحوثيين إلى متى؟ ستقول الحكومة أنه إذا أصدرنا عملة وبدأنا نستخدم البنك المركزي في عدن فإنه سوف يوقف الحوثي مثلا الرواتب على الناس اللي موجودين في عدن أو في الجنوب أو في الوزارات الأخرى. يجب أن تدرس بشكل كافي هذه الإشكالية، يجب أن تتخذ فيها قرارات. أنت نزلت الآن الميدان، أنت الآن دولة، أنت الآن مؤسسات، يجب أن تقوم بمهامك بأعمالك كما يجب. يجب أن تخلق إيرادات، ما لم فهي فاشلة. إذا ظلت تنتظر كل شيء، كل الإيرادات من الرياض أو من الإمارات، فهذا معناه أنها فشلت. طيب هل الآن ممكن للحكومة أن توجه بصرف المستحقات الخاصة من الشركات النفطية وغيرها خلال الفترة الماضية ولا؟ من الآن الحكومة المعترف بها شرعيا هي حكومة بحاح،
والسلطه الشرعيه هي سلطه الرئيس عبد ربه منصور هادي. اذا لها الصلاحيه الكامله، كل الصلاحيات في جانب ما يتطلب او ما يخص الوضع الخارجي هو بيد السلطه الشرعيه والحكومه الشرعيه. الحكومه الشرعيه تتهيب من شيء واحد، انها لا تمتلك الاليه الكافيه لتعرف الموظفين وتتعامل معهم وعمليه الصرف، وبالتالي تركت العمليه للبنك المركزي باعتبار انه البنك المركزي في صنعاء يقوم بصرف الرواتب للجميع، واذا ما اخل سوف نخل، لكن هذا سوف يعرقل العمل الحكومه اذا ظلت بهذا الشكل. نعم، يجب طيب الحكومه ان تتصرف. نعم، في هذا من الوزراء المعنيين الذين نزلوا مع الحكومه وزير التخطيط والتعاون الدولي، ما هو المعول على وزاره التخطيط والتعاون الدولي في هذه الفتره والفتره القادمه حقيقه، وهي تعمل من عدن؟ طبعا بالنسبة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي هي وزارة مهمة جدا، ويفترض أن تبدأ بالإشراف على أو بالتعامل مع كل ما يخص التعاون الدولي، المعونات، الدعم إلى آخره، وأيضا موضوع التعامل مع الخدمات، مع إعادة الإعمار. يعني يوجد لدى وزارة التخطيط، أنا أعرف شخصيا وكنت في اللجنة الاقتصادية العليا، أنه يوجد لدى وزارة التخطيط يعني برامج عديدة، يعني ومشاريع عديدة ومشاريع ذات قيمة. في بعض المشاريع صرف عليها، مثلا أحد المشاريع صرف عليه 11 مليون دولار، مشروع متكامل. يجب أن تأخذ هذا المشروع وتبدأ بتنفيذه في عدن وفي المناطق المحررة، وبالتدريج بعد ذلك في المناطق الأخرى. وزارة التخطيط والتعاون الدولي مهمتها مهمة كبيرة جدا، لأن لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الخارج، لديها خبرة كبيرة في التعامل مع المشاريع، لديها كادر، ويفترض أن يتم العمل أو الاستفادة من الكادر. وأنا هنا أدعو الحكومة إلى استدعاء الكادر المتميز والكادر الذكي الذي كسب خبرات كبيرة جدا في وزارة التخطيط وفي الوزارات كلها، ليس فقط في وزارة التخطيط. نحن يجب أن لا نتخوف، عدن عاصمة عاصمة، وبالتالي سينظر البعض الى انه والله هذه العمليه قد تؤدي الى 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 انفصال ما انفصال. اذا اردت ان نقول بكل وضوح، واسمح لي انا اكمل هنا، انه يجب على الشعب في المناطق الشماليه ان يحدد موقف. اذا ظل يتمسك بالحوثي فانه سيكون هناك من حق الحكومة أن تكون، أن يكون هناك انفصال، أن يكون هناك جنوب له دولة، لا يمكن أن ننتظر إلى النهاية. وبالتالي على الشعب، على كل مواطن في المناطق الشمالية، إذا هم يحبون الدولة الاتحادية فإنه عليهم أن يتحركوا. أما إذا وقفوا مع الحوثي، فأنا أقول بكل بساطة، إذا فشلت الحرب العسكرية، يعني وهي لن تفشل إن شاء الله، في تحرير صنعاء، فإنه البديل سوف يكون الانفصال بدون أي كلام، وسوف نبني دولتنا في الجنوب، في تعز، في أي مكان فيه محرر، وسوف لن ننتظر. إذا وقفوا بهذا الشكل فيجب أن يعرفوا أنه أقل يعني ثمن سيدفع هو الانفصال، أقل ثمن. أما إذا وقفوا بقوة مع المجتمع الدولي، مع دول التحالف، مع العالم، والله وقف معهم ونصر المقاومة في ليلة القدر، فيجب أن يقفوا مع أنفسهم ويثوروا على هذا النظام فاشل. وأقول لهم إنه الحوثي وعفاش لن يستطيع أن يعطيهم أكل، لا يستطيع. ناس أطفال، دولة القيرعي لن تأكلهم عيش، دولة القيرعي، دولة الحيمي، رضوان الحيمي، ودولة القيرعي ودولة علي الحاكم لن يذوقوهم إلا المر والدمار. وبالتالي يجب على كل إنسان أن يعرف إنه له مهمة، هو إنه هل يريد، هل يستطيع دولة السيد، دولة علي الحاكم، دولة القيرعي أن تدير دولة وأن تؤكل الناس عيش؟ هي لا تستطيع. ليش؟ بكل بساطة، المجتمع الخليجي ضد، المجتمع العربي ضدها، المجتمع العالمي ضدها، الله ضدها، أي يعني 90% من الشعب في اليمن ضد. نعم، ويجب أن يتحركوا حتى لا يؤدي إلى يعني ما لا يحمده الله. يعني إذا لابد أن يكون هناك خطوات جريئة من أجل النجاح، وحتى لا نواجه الفشل في قادم. نعم. نحن طيب. الآن أمام امتحان صعب جدا، المجتمع اليمني كله في امتحان، الحكومة في امتحان قاسي يجب أن تنجح في عدن، الشعب في اليمن كله في حالة امتحان، في الجنوب وفي المناطق المحررة امتحان كيف يمكن أن يبني دولة،
وفي المناطق أيضا التي لا تزال تحت الاحتلال أيضا في امتحان. تريدون معنا ولا مع الحوثي؟ هناك مثلا المواطن هناك يقول لك نحن مختطفون من قبل هذه العصابة الإجرامية ويجب أن احنا نقف مع المختطفين هؤلاء. يجب أن يتحركوا. نعم. يجب أن إذا وقف الشعب وفكر بعقله هل يستطيع دولة القيرعي؟ نعم. أن تبني يعني أن تعيشهم؟ هنا السؤال. طيب انتقال الحكومة إلى عدن وإن شاء الله بإذن الله تمارس مهامها وتنجح في كل مهامها، انعكاس ذلك على المشهد العسكري في بقية المحافظات التي تدور فيها معارك؟ بكل تأكيد انتقال الحكومة إلى عدن سوف يكون له تأثير معنوي عالي وسوف يعطي دفعة قوية، ولكن نجاحها في تجاوز المشكلات هو الأساس. يعني الانتقال ليس هو له جانب معنوي مؤقت. الآن هل نعتبر مثلا عدن الآن هي العاصمة وهي مركز إغاثي وفي نفس الوقت هي مركز لتزويد المناطق المقاومة بالسلاح يعني والعتاد القادم خلال الفترة القادمة؟ أنا أعتقد أنه عدن لن تستطيع في البداية أن تكون المهمة الثانية، هذه بعد فترة، لكن المهمة الثانية سوف تظل في يد التحالف وفي يد الرئاسة في الرياض، وسوف تكون الإمداد وموضوع التنسيق وموضوع الدعم والجوانب العسكرية والجوانب المعركة العسكرية سوف تكون بيد الرئاسة وتدار من الرياض، لكن المعركة الاقتصادية، معركة الخدمات، معركة البناء، هذه المعركة الأساسية، هذه هي المعركة الأساسية التي تواجهها الحكومة. الحكومة لا أعتقد أنها سوف تدخل في مهام دعم الجبهات والتنسيق للضرب وأين يضرب وأين ما يضرب وأين الجوانب العسكرية. أقل شيء وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان. أتوقع أنه ستظل إلى فترة معينة بالتدريج. بالتدريج. الحكومة الآن أمام مهام أقل، أمام مهام أقل. أصغر، وهي مهمة الجرحى، مهمة الشهداء كيف ستتعامل معهم، كيف الملف الأمني. يعني الآن الوضع الأمني في عدن مستقر، أتمنى أن لا يؤدي عمل الحكومة بشكل يعني سلبي بحيث أنه يخلق لنا أمراء حرب. طيب ملف الإعمار وملف الخدمات بالذات في أولويات، الخدمات والجرحى هي أولوية ملحة، الجرحى والخدمات سوف تكون هي أول صعوبة يواجهها الحكومة، أنه الناس يعني سوف يأتوا إليها للشكاء من موضوع في موضوع الجرحى، سوف يأتون أيضا في موضوع الخدمات. إذا نجحت في هذين الملفين سوف تنتقل بعد ذلك في الملفات الأخرى، لكن حتى تنجح في هذين الملفين لازم تبدأ بوضع إدارة للحكومة. نعم. ألا تظل الحكومة كما كانت في الرياض، حكومة المكاتب حقها مغلقة بدون سكرتيرة، بدون يعني وزير التخطيط يذهب إلى وزارة التخطيط ويداوم هناك، وزير الصحة يذهب إلى مكتب الصحة وزارة الصحة ويداوم في هذا الشكل. هذا شيء طبيعي يعني. نعم. إذا أرادت الحكومة أن تنجح فيجب عليها أن تتعامل كحكومة كإدارة لها طاقم، أما أنها كما كانت في الرياض مكاتبها مغلقة في السفارة وهي موجودة في مكان آخر، هذا لن يؤدي إلى أي نجاح. كان لكن كانت في الرياض معذورة، لكن الآن هي في عدن ستكون غير معذورة، ستواجه بالتأكيد ونحن معها أنها سوف تواجه الجانب التمويلي، الإدارات لم تفعل، الجانب التمويلي سيكون في صعوبة، لكن بالتأكيد سوف تقف معها دول التحالف. نعم. سوف يقف معها الرئيس، سوف تقف معها الجميع. نعم. العمل بالنسبة لأداء الحكومة خلال الفترة القادمة سينصب على المحافظات المحررة بشيء بالتأكيد، شبوة، أبين، الضالع، لحق، عدن، حضرموت، المهرة، المأرب، سقطرة، مأرب هذه محررة، يعني ثلاثة أرباع أجزاء من تعز، لكن بداية يعني بداية الصعوبة هي في عدن. عدن هي تعرضت الآن لتدمير شديد للغاية، الخدمات دمرت، الخدمات، التلفونات، الكهرباء، المياه، البنية التحتية بالكامل. سوف هنا تكون الصعوبة الكبيرة، الجرحى، العدد الأكبر من الجرحى موجودين في عدن، العدد الأكبر من أسر الشهداء موجودة في عدن، سوف تواجه صعوبة، بالإضافة أنه توجد في عدن مشكلات قديمة. نعم. هذه سوف تؤثر. نعم. هذه المشكلات القديمة بالتأكيد سوف تواجهها. كيف يمكن أن نتحاشى الخطط الخبيثة التي تحاك من قبل عصابات الحوثي وعفاش
من أجل إفشال أي توجهات لتطبيع الحياة في هذه المدن والمحافظات المحررة؟ أنا أعتقد بأن المقاومة زائدا الجيش الوطني زائدا الشعب كله أصبح يد واحدة أمام هذه الأعمال، يعني سوف مفضوحة أصبحت إنه يعني مسألة لا إنه أي يعني الناس مستعدة للتعامل معها بكل صرامة. نعم. يعني والجميع سوف يكون متعاون، وما دام التعاون موجود بالتأكيد النجاح بيكون مؤكد. متى سوف ينجح الحوثي وصالح في خلق مشكلات؟ عندما يجد إخفاقات من الحكومة. إذا بدرت هناك إخفاقات سوف يستفيد منها ويبدأ يفعل الطابور حقه ويبدأ بالمشكلات المعينة. إذا مثلا تعاملت الحكومة بطريقة غير سياسية مع الإدارة القديمة، أو تعاملت بطريقة غير حكيمة مع المقاومة، الآن لديك إدارة سابقة ولديك إدارة يعني ولديك مقاومة، إذا لم تتعامل بحكمة مع هذين الملفين وتوائم ما بين الاثنين، ويوجد لدينا تقليد نجح نجاح باهر منذ عام 2007، نحن قلنا دم الجنوبي على الجنوبي حرام، وحتى فساد الجنوبي على الجنوبي حرام، ونقاط معينة اتفقنا عليها أدت إلى وحدة ووقف الجميع يد واحدة. الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والاشتراكي والحراك والسلفيين وكل الجميع وقفوا يد واحدة أمام العدوان. يجب أن يكونوا أيضا الجميع كلهم واقفين يد واحدة في ملف الجرحى، في ملف الإعمار، في ملف الخدمات، إعادة الخدمات، تطبيع الحياة، تطبيع الحياة. إذا لم تنجح الحكومة في هذا الجانب فهنا سوف يتدخل. طيب الطرف دور هناك دور مهم للرأس المال الوطني، والذي تعرض هو الآخر كذلك للتدمير خلال الفترة الماضية. ما هو المعول أن يكون هناك تنسيق بين أداء الحكومة وعملها ورأس المال الوطني المتمثل بالاقتصاديين والتجار ورجال الأعمال؟ طبعا أولا نحن نقدم شكر جزيل، ونحن يعني عرفان وجميل لكل المغتربين والتجار الذين شاركوا مشاركة فعالة في تمويل وفي معالجة الجرحى وفي دعم أسر الشهداء وفي تمويل الجبهة سابقا، ونتمنى من هؤلاء جميعا أن يظلوا، نحن بحاجة إليهم، الوطن بحاجة إليهم، اليمن بحاجة إليهم، عدن بحاجة إليهم، وهذا الموقف هو موقف مشرف، ونتمنى ومتأكدين أنهم سيستمرون في هذا الجانب. ونتمنى أيضا في نفس اللحظة أن يفعل أن يعمل تجار في تعز نفس ما تم عمله في عدن، لأنه إلى الآن لا يزال التجار ورأس المال في تعز بالذات، وهو يوجد رأس مال وتجار بشكل أن يحدد موقفه من الآن، وأن يبدأ بدعم المقاومة. الطرف الثاني ليس هناك أي أمل فيه، لن يستمر، لن يستطيع إدارة الدولة، وسوف يديكم إلى التهلكة. يجب على رأس المال في تعز أن يعمل ما تم عمله في الجنوب وفي عدن وفي ضالع وفي شبوة، وأن يدعم المقاومة. وأتمنى من رأس المال أن يستمر في دعمه، وأن تظل هذه الصناديق الموجودة، وأن لا تتم توجيهها توجيه المعركة انتهت، يجب أن يتم الاستفادة من الأموال. نحن معركة بناء الآن، في معركة بناء، ونحن بحاجة إليهم. نعم. ويجب أن يستمروا. دكتور محمد حسين حلبوب، عضو مؤتمر الرياض، رسالة أخيرة توجهها لمختلف المؤثرين في مشهد العمل الوطني على عموم اليمن، وهي ختام هذا البرنامج. شكرا لك. أنا أولا أوجه رسالة إلى الحكومة، أتمنى لها التوفيق، وأقول أمامك مهمة صعبة، المعركة الآن هي معركتكم، الآن معركتك يا بحاح، أما أن تنجح وأما أن تهرب إلى الرياض مرة ثانية إن شاء الله ينجح، وإن شاء الله أنك تنجح. وهنا المحك، هنا الامتحان. هذه الرسالة إلى الحكومة. الرسالة الثانية إلى المقاومة، أتمنى من المقاومة، عملكم لم ينتهي بعد، يجب أن تقفوا مع الحكومة، يجب أن تقفوا مع الشعب، يجب أن تقفوا مع بلدكم، يجب أن تتعلموا الصبر، ويجب أن تغفو إلى أن نخرج إلى 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 بر الأمان. نحن الآن في مهمة صعبة جدا، والجراح عميقة، ولازم نتحلى بالصبر، وأيضا نساعد في استتباب الأمن والأمان في عدن، وهذا ضروري مهمة. رسالة
وجهها إلى التحالف وإلى دول التحالف. نعم. نحن الآن بحاجة إلى تمويل، الحكومة بحاجة إلى أموال، نحن يجب أن نسرع من إعادة الإعمار وفقا لبرامج وفقا لآليات، ولكن بآليات سريعة ليست بآليات الحكومات القديمة المتأخرة التي تتطلب خطط وبرامج وهاتوا لنا دراسة جدوى وهاتوا لنا كذا، لأنه هذا سوف يتطلب وقت إيش طويل. نعم. وسوف يموت الحمار قبل أن ينبت الزيل، قبل أن ينبت العشب، وبالتالي يجب أن يتفهموا هذه القضية وهم يتفهموها بشكل أساسي. وفي هذه المناسبة أنا أشكر الإمارات العربية المتحدة على التعاون على التمويل وعلى السرعة في الإغاثة في عدن. أوجه أيضا رسالة إلى المجتمع بشكل عام، أولا في المناطق الجنوبية، وأتمنى أن يظل التحالف والتكاتف الذي ساد في مقاومة الحوثي أن يظل في مقاومة آثار الحوثي وآثار عفاش. وأيضا أوجه رسالة إلى المناطق، إلى المجتمع كامل في المناطق الشمالية، أقول لهم إذا أنتم تريدون البقاء في دولة اتحادية فعليكم أن تتحركوا، على التجار أن يتحركوا، النظام الحوثي ونظام صالح فاشل، حتى لو انتصر عسكريا كان سوف يؤدينا إلى مجاعة. هؤلاء ناس فاشلين ليس لديهم، هم حاربوا كل شيء، حاربوا الله، حاربوا العالم، المجلس الأمن اتخذ قرار ضدهم، الدول الإسلامية مع التحالف، دول العربية، هؤلاء لا يفكرون. المملكة العربية السعودية هي التي تدعمنا بالمساعدات، وهي التي تدعمنا في العملة من أجل العملة بمليار دولار موجود، وهي التي تتكفل بالآن بدعمنا عسكريا، وهؤلاء الأغبياء يحاربون من يؤكلهم. نحن المملكة العربية السعودية تؤكل فيها أكثر من 2 مليون مغترب، يعيلون أكثر من 15 مليون، هؤلاء يريدون أن يذهبوا بنا إلى التهلكة، هؤلاء أطفال، يجب أن لا تمنحوا الأطفال فرصة أن يلعبوا بمستقبلكم بمستقبل أولادكم، يجب أن تحددوا موقفكم، وأنتم بهذا سوف تصونون الدولة الاتحادية وما اتفقنا عليه في مخرجات الحوار. وشكرا جزيلا. شكرا لك جزيلا الدكتور محمد حسين حلبوب، عضو مؤتمر الرياض، شكرا جزيلا لك. كما أجل كل الشكر والتقدير لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لمجريات هذه الحلقة. حتى الملتقى، أنتم بأمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.